بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تلاميذي أعزاء، أرحب بكم في هذا الدرس الجديد بعنوان التجمل بمحاسن الأخلاق للمستوى الأولى إعدادي مادة التربية الإسلامية. إذن سبق أن رأينا درسا بعنوان حقوق الآباء والأبناء وذوي الرحم. لابد أن نتساءل عن مدى إنجازكم وتفاعلكم مع الدرس، من كتب الدرس، من أنجز التمارين، من فهم، ومن له أسئلة تطرح. لم نتوصل إلا بهذه النماذج الذين أجابوا عن هذه الإجابات الصحيحة، والتي مفادها أننا حاولنا أولا أن نصحح هذه التمارين، فهي إلى حد ما تمارين منجزة وجيدة، حيث نلاحظ كيف تعامل التلاميذ مع هذا الدرس إلكترونيا، وكتبوا في دفاترهم وأرسلوا إلي عبر الإنترنت إجاباتهم، وقد صححتها وأعطيت بعض الملاحظات على هذه التمارين. إذن نرى الإجابات، أخذنا بعض الأمثلة. عندما رفض الطفل طلب أمه، بماذا أجابته؟ دعت عليه باللعنة على جده، هكذا أجابت التلميذة. أخرى دعت فيه، مقبول إلى حد ما. ثم إلى ماذا يمكن أن يؤدي سلوك الأم هنا؟ أجابت التلميذة، يمكن هذا التصرف أن يؤدي إلى النزاع بين الأم والابن. أجابت الأخرى، إلى غضب الله وعلاقة الأم بابنها لأنها ستتدهور. ثم السؤال الثالث، ما هو التصرف السليم في مثل هذه الحالة؟ لأن التلميذة تقول أن يطلب الابن من أمه بأدب البقاء ولو بعد وقت، تلقائيا سوف ترفض ترضى، فذلك لا داعي للنهر. ثم أجابت التلميذة الأخرى، كان يجب على الطفل عدم رفع الصوت عليها وأيضا عدم التأفف، أما بالنسبة للأم لا يجب عليها أن تدعو له باللعنة على جد جده. نعم، تقويم صحيح. السؤال الرابع، اذكر لهم أو لهذه الأم بعد حقوق ذوي الرحم، توفير توقيرهم واحترامهم وزيارتهم ثم تعليمهم العلم النافع ومشاركتهم في أفراحهم. أجابت التلميذة الأخرى، زيارتهم، إهداء لهم، مشاركتهم في أفراحهم مع الاستشهاد بنص قرآني، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. كل هذه إجابات صحيحة، أحسنتما التلميذتان العزيزتين. ثم عدم رفع الصوت عليهما وعدم التأفف، إذ قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا وبالوالدين إحسانا. إذن هذه نماذج لأجوبة صحيحة. بقي السؤال السابع، قال تعالى والذين يصلون ما أمر الله به أن يصلوا فيجب اختيار الأم الحسنة والتربية على الأطفال الأخلاق الحسنة والرضاعة. ثم نرى أمثلة أخرى من غير ذلك، هنا نماذج أخرى إجابتهم مناسبة وصحيحة. فقط أردت أن أشير أو أقف مع هذه التلميذة التي كتبت هذه العبارة، قالت كان على الأم أن تمنحه بعض الوقت، ربما أو ريتما ينهي المباراة ثم يذهب، أو كان عليها الذهاب بنفسه. هنا عزيزتي التلميذة، لا يمكن أن نطلب من الأم أن تذهب بنفسها، فهذا يسمى إحسان. طبعا الآباء بعض الأحيان يفضلونكم على أنفسهم ويقضون غراضهم وحاجاتهم دون أن يكلفوكم، خصوصا إن كنتم في وقت الدراسة أو كنتم تجهزون تمارينكم. أما وأنت تشاهدين مباراة أو فيلما، يمكنك أن تعودي إليه في اليوتيوب وتجدينه في هذا العالم الحدثي، فلا يقبل منك هنا هذا الجواب كان عليها الذهاب بنفسها. لأن المطلوب هنا هو كيف نتعامل مع الوالدين، يجب أن نتعامل معهما بإحسان. إذن على عين هذه سقط بعض النماذج من الأسئلة. ثم ننتقل إلى الدرس الموالي مع وضعية جديدة. تأملوا معي هذه الوضعية، يوسف شاب يحافظ على فرائض الإسلام ويؤدي صلاته بإتقان ويحسن إلى والديه ويهتم بجمال مظهره في لباسه. دار حوار بينه مع صديقه في المدرسة حول التجمل بالأخلاق. قال يوسف إن الجمال في الأخلاق والأدب.
قال صديقه: بلى، إن الجمال في خلق الله وحده تعالى، وأنت تنقصك قيمة الأخلاق في المعاملة. رد يوسف غاضبا: لا والله، فأنا أحسنك عبادة وعلما، انظر إلى لباسك القديم، أين اشتريته؟ رد صديقه: سامحك الله يا يوسف. إذن هذه الوضعية، حاول أنت أن تستخرج موقفك من تصرفات يوسف وموقفك من تصرفات صديقه. إذن لنعرف موقف يوسف يجب أن نعود إلى الوضعية، كيف هي حالة يوسف؟ ماذا قال يوسف؟ ماذا كان يقول يوسف؟ ثم ما موقفك من تصرفات صديقه؟ كيف تعامل صديق يوسف مع يوسف رغم أنه حاول أن يناقش معه الفكرة، فكرة الأخلاق والأدب في الجمال، وأعطى له وجهة نظر حول سلوكه، قال: أنت تنقصك قيمة الأخلاق في المعاملة. يوسف كيف رد على ذلك؟ من هنا نستنتج من منهما على صواب في أفعاله وسلوكاته، ومن منهما على خطأ في أفعاله وسلوكاته. ثم بعد ذلك ننتقل إلى أن نرى النصوص التي نستشهد بها على ذلك. يقول الله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تابعوا معي النص الأول: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق الله العظيم. نتأمل النص الثاني. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم حسن الأخلاق، وفي رواية أخرى: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. تأمل النص الأخير. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. إذا أردنا نتأمل هذه النصوص، فبما رحمة، نحاول نستخرج الكلمات الغامضة من هذا النص ومن هذا النص ومن النص التالي. فبما رحمة الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعفوا واستغفر وشاور فإذا عزمت، إلى آخر النص. إذن ننظر إلى الكلمات الغامضة وهي كالتالي، أو قبل ذلك نقوم بوقفة بسيطة مع العالم والراوي للحديث والصحابي الجليل أبو هريرة. من يقرأ هذا النص الذي يعرف لنا أبو هريرة؟ إذن فأبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر، صحابي محدث وفقيه، ولزم النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ الحديث عنه حتى أصبح أكثر الصحابة رواية وحفظا للحديث النبوي. لسعة حفظ أبي هريرة التف حوله العديد من الصحابة والتابعين من طلبة الحديث النبوي، الذين قدر البخاري عددهم بأنهم جاوزوا 800 ممن روى عن أبي هريرة. أبو هريرة تسمعون به كثيرا، هو عالم وصحابي وفقيه محدث حفظ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يلازم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل أفعاله وسننه الفعلية والتقريرية والفعلية، وإلى أن اشتهر بالحديث. ثم نرى هذه الشروحات الأساسية المتعلقة بالنصوص التي رأينا سابقا. فبما تعني فبسبب رحمة من الله، فبما رحمة من الله نلت، فبما رحمة من الله لنت لهم. اللين بالرحمة تكون لينا، لنت لهم هينا لين الجانب.
الإنسان لين هين، ونقول بالدرجة قول بين قوسين ظريف أو طريف كما تعرفون. ثم عزمت، فإذا عزمت فتوكل على الله. إذا عقدت قلبك على أمر، قلبك على أمر، إذا أردت أن تقوم بأمر يجب أن تتوكل على الله. وفي الحديث الآخر، بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو أحاسن الأخلاق، لأتمم أو أكمل. ثم من خياركم، من خياركم يعني من أفضلكم وأحسنكم مرتبة عند الله أحسنكم أخلاقا. إذن استخرج من الآية 3 خصال سلوكية جميلة ميزت خلق الرسول صلى الله عليه وسلم. نعود للمص لنرى أو نرى هذه الأخلاق. فبما رحمة من الله لنت لهم، حاولوا تستخرجوا هنا اللين، يعني أنه لين هين ظريف مع الناس رحيم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم. هنا الخصلة الثانية التي لنا رسول الله العفو، العفو عند المقدرة، واستغفر لهم. استغفارنا للناس يعني أن تدعو الناس بالمغفرة، اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني يعني صغيرة، اللهم اغفر لي ولإخواني وأصدقائي، اللهم وشاورهم في الأمر، يا أخي أو يا صديقي إني أريد أن أشاورك في أمر. إذن هذه كلها خصال في النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج منا إلى التحلي بها. ثم بين الغاية التي من أجلها بعث الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما بعثت لأتمم. إذن ماذا بعث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لمكارم الأخلاق. جيد، أحسنتم. وضح مكانة أصحاب الأخلاق الحسنة عند الله. أحسنكم أخلاقا ومن خياركم عند يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. إذن مكانة أصحاب الأخلاق الحسنة عند الله مكانة رفيعة وعالية. إذن ننتقل إلى المحور الأول ونرى ماذا نعني بالخلق. الخلق في اللغة هو الطبع والسجية، وأنك متخلق، أن طبعك وسجيتك، خلقك طبعك وسجيتك، أو كيف أنت في تصرفاتك وأفعالك. الأخلاق في الإسلام عبارة عن المبادئ والقواعد المنظمة للسلوك الإنساني. إذن الأخلاق هي قواعد وتنظيمات تنظم ماذا؟ تنظم الفعل الإنسان أو سلوك الإنسان في حياته اليومية. ثم ننتقل لنرى بعض الأمثلة. وإنك لعلى خلق عظيم. من هو الذي على خلق عظيم؟ يقصد به هنا الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن قواعد ومبادئ المنظمة لسلوك الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو إنسان مبعوث من الله عز وجل بالقرآن والسنة، كيف هو سلوكه؟ عظيم يعني قوي و كبير ذو شأن عظيم في الإسلام. وقد لامس الناس ذلك في معاشرة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تستوي الحسنة والسيئة، آية قرآنية، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حبيب. إذن هذه فرصة لتبيين بعض المبادئ والقواعد المنظمة للسلوك الإنساني. إذن لا، هل تستوي الحسنة؟ هل تستوي السيئة؟ من فعل سلوكا إيجابيا؟ ومن فعل سلوكا سلبيا؟ كيف نتجاوز السلوك السلبي؟ وكيف ندعم السلوك الإيجابي؟ السلوك السلبي ندعمه بإدفع بالتي أحسن، أزل عنه، اهدي له، أعنه، ساعده، قل له كلاما طيبا، لا شك أنه سيلين قلبه وتصبح تلك العداوة كأنها لم تكن. ثم نرى هذا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. من حسن الخلق، أثقل شيء في الميزان هو الحسن الخلق. ونحن نتكلم ونعود إلى الوضعية ونرى ماذا يفعل يوسف من عبادة ومن إحسان إلى الوالدين، لكن كيف هي أخلاقه؟ وأين تبينت أخلاقه عندما انتقده زميله؟ وكيف رد عليه؟
ثم ننتقل إلى المحور الثاني، تكامل المظهر والمخبر من التجمل بمحاسن الأخلاق. يعني أن الإنسان لا يحتاج فقط أن يكون جمالا خارجيا وخبثا داخليا، هذا تناقض في حد ذاته. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. كل هذه الأحاديث تحثنا على أن يكون أخلاقنا وسلوكنا حسنا بإذن الله، وهذا ما يجب أن نركز عليه في هذا المحور. جمال المظهر مطلوب، الإحسان في الجمال، في لباسك، في نظافتك، في طهارتك مطلوب، لكن جمال الخلق أو الخلق يحتاج منك إلى أن يكون كذلك متوفرا في سلوكك، بحيث تشيع المحبة بين الناس، يجعلهم في تواد وتراحم، تسود بينهم قيم التسامح والرأفة، يصبحون جسدا واحدا. كيف لا؟ ورسول صلى الله عليه وسلم قدوتنا بذلك. وتعلمون القصة التي قال فيها رسول صلى الله عليه وسلم: المرأة التي أعانها في حمل الحطب إلى المنزل، فلما التقته وقالت له: يا بني إني لا أملك ما أقدم لك من هدية على ما فعلت معي في هذا السلوك، سوى أن أقدم لك نصيحة. فالنصيحة كانت قديما نصيحة تقاس بالذهب. قالت له: إني سمعت أن هناك رجل يدعي النبوة ويدعي أن الوحي ينزل عليه واسمه محمد، فنصيحتي لك يا بني أن تبتعد وتجنب هذا الشخص. قال: يا أمه، وماذا لو قلت لك أنني أنا محمد؟ فقالت: إن كنت أنت محمد فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله. إذا كيف قال أقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعثته من سلوكه وأخلاقه؟ وبه نقتدي إن شاء الله. لنا المحور الثالث: أصول محاسن الأخلاق في الإسلام. نتأمل هذه الصورة لبين محاسن الأخلاق في الإسلام: إفشاء السلام، ثم الدعاء أو الدعاء للمغفرة للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في جميع أنحاء الحياة، ثم كذلك الصبر، ثم العفو: وليعفو وليصفح ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هذه الآية ماذا تقول لنا؟ وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ العفو والصفح، يغفر الله للناس والله غفور رحيم. نحن نغفر أو نسامح بعضنا البعض ويغفر الله لنا من خطايا ومن ذنوب، طبعا إذا اجتنبت الكبائر. ثم العفو عند المقدرة، إذا غلبت فاعفو، وهذا ما يسمى بالحلم. ثم الحياء زينة المؤمن، هذه كلها أصول محاسن الأخلاق في الإسلام. الحياء زينة المؤمن، الحياء مطلوب في الحياة، مطلوب في الحياة اليومية، مطلوب في كل أحوالنا وحالتنا. ثم هذه صور تمثل بعض من أمثلة الحياء فيما بيننا. الحياء هو الوقار، الوقار ليس ما يمكن أن يصدر الآن، الصغير يتطور على الكبير، والابن يتطور على الأبي، والابن يتطور على الأخ الكبير، والتلميذ يتطور ويرفع صوته ويصرخ أمام الأستاذ أو أمام الإدارة أو أمام والديه أو أمام ابناء الحي، أو هذا كله لا يدخل في الحياة. الحياة والوقار والحشمة والاحترام. ثم من خصول من محاسن الأخلاق كذلك الكرم، أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، التقوى هي مثل ذلك. إذن نجمع هذه الأصول في هذا المحور: إفشاء السلام بين المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام. أثارها على الخلق سيادة المحبة والمودة. ثم الدعاء للمؤمنين، قال تعالى في سورة الحشر: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. نشر حب الخير لغير، تضامن المسلمين مع بعضهم البعض، من هذه أخلاق الدليل الشرعي. وكيف ما أثرها
هذا الخالق، ما أثر هذا الخالق؟ إذن الحياء قال صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير، الكرم وما تنفقوا من خير يوفى إليكم. هذه ماذا تفيد؟ ماذا يفيد الحياء في المجتمع؟ ماذا يفيد الكرم؟ ماذا يفيد الصبر؟ ماذا يفيد الدعاء؟ ماذا يفيد نفس السلام؟ كل هذه فقط بعض منها وليس كلها.